تفعيل التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية الإفريقية أولوية توقف عندها المشاركون في أشغال الجمعية الثانية للأفريبول المنعقدة بالجزائر. نحن مقتنعون أن أشغال الجمعية الثانية للأفريبول ستسجل خطوة مهمة بتسييد برنامج عمل خاص بالأفريبول، برنامج سجل إلى غاية اليوم تقدماً ملموساً. التحديات الأمنية التي تواجه قارتنا تستدعي المزيد من تضافر الجهود في إطار مقاربة موحدة وشاملة. الاجتماع يأتي في سياق أمني يتسم بالتهديدات وتعدد أشكال الجريمة والأنشطة الإرهابية خصوصاً في منطقة الساحل. الساحل الأفريقي بصورة عامة ممكن فيه كثير حاجات من المهددات، تحتاج عمل كبير جداً بين الدول التي تقوم على عضوية هذا التكوين المهم جداً في القارة الأفريقية الأفريبول. من الأشياء التي يناقشها المؤتمر يمكن قضية الاتصال كقضية مهمة جدا، وقضية استكمال هيكلة الأفريبول، هذه كلها أشياء يناقشها هذا الاجتماع. وضع أمني خاص وتحديات تستوجب تدعيم وتطوير قدرات آلية الأفريبول. الانطلاق في تكوين إطارات الدول الإفريقية ومنحة عتاد تقني يسمح بالتواصل والتعاون والتشاور بين الشرطة الإفريقية. تحديات تستدعي تضافر مزيد من الجهود في ظل تنامي مختلف أنواع التهديدات الأمنية التي تعرفها إفريقيا.